السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض وصفة بسيطة طعمها تحفة جدا من الفراخ والبطاطس بتتبيلة الزبادي. نشوف الخطوات مع بعض. أول حاجة هعملها في الوصفة هجيب الفراخ وهتبلها معايا. جبت الفراخ وشلتها من الجلد وعملت لها فتحات كده بالسكينة بالشكل ده، وجبت الصدر وقطعته عندي قطع بالشكل ده كده. حابة تسيبيه سليم زي ما هو سيبيه، ده بقى بيرجع على حسب الرغبة. بعد كده هتبل بقى الخليط بتاع الفراخ. هجيب عندي علبة كبيرة من الزبادي هفضيها كده، وهحط عندي معلقة واحدة كبيرة من الكاتشب هتديني صفارة ولون في الفراخ. بعد كده هجيب عندي معلقة كبيرة من الخل ومعلقتين كبار من الزيت. هحط عندي معلقة صغيرة من الملح، وهحط بعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهحط معلقة صغيرة من بهار اللحمة بيدي طعم كويس جدا مع الفراخ. اقلبهم كويس جدا مع بعض، واضيف عندي فص كبير من الثوم مفروم. كده التتبيلة جاهزة معايا. هاخد بقى كده جزء منها هضيفه كده على الفراخ واقلبها كويس بايدي عشان اضمن ان التتبيلة داخلة في كل جزء معايا. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هسوي فيها الفراخ. هجيب عندي بصل اكون مقطعه جوانح بالشكل ده كده، احط عندي هنا كده من تحت. بعد كده بقى اجيب الجزر اللي انا قطعته عندي بالقطاعة بالشكل ده كده، ارصه هنا كده. بعد كده هجيب البطاطس برضو قطعتها عندي بالشكل ده كده، هرصها بقى. بعد لما برص البطاطس بالشكل ده هحط بقى كده عندي الفلفل هنا. بعد كده هجيب الفراخ وهرصها هنا كده. بعد كده هجيب المعلقة بتاع التتبيلة اللي انا سبتها احطها كده بقى على البطاطس. بعد كده هجيب فويل وهكمرها كويس جدا بالشكل ده. بعد كده ادخلها التلاجة، يفضل طبعا قبلها بيوم او مش اقل من ساعتين. بعد لما بخرجها من التلاجة بسيبها الاول معايا تهدى بدرجة حرارة الجو، بعد كده بدخلها عندي الفرن في أرضية الفرن لحد لما بتستوي معايا. بعد كده هكشف الفويل وافتح عليها الشواية الوش بتاعها يتحمر معايا من فوق. بعد لما استوت معايا والوش بتاعها اتحمر، بعد كده هجيب طبق وهحط عندي قطعة من الفحم وهحط عليها كده معلقة من الزيت، وهكمرها بقى كويس تاخد معايا كده طعم الفحم. ده بيكون شكلها بعد لما بتخلص معايا. جربيها وان شاء الله طريقتها تعجبك جدا وبألف هنا.